جميل. كنت مسافر امريكا مره وبعدين دخلت الصاله الداخليه، فلقيت شاب من اولادنا حاطط سماعه الاذن اللي بيسموها الهيدفون دي، وبعدين قاعد يسمع موسيقى اجنبيه صاخبه جدا، يعني هو حاطط السماعه وانا مشفق عليه وخايف على ودانه، فعمال اشاور له كده اقول له عاوز اكلمك، فرفع السماعه كده وبقول له اسم حضرتك ايه؟ قال لي احمد. انت احمد؟ قال لي اه احمد. لبس صعب قوي على احمد، اللبس صعب، الحظاظه دي ما ينفعش تبقى في ايد احمد، والسلسله دي ما ينفعش تبقى في رقبه احمد، ما ينفعش ابدا، التربيه صعبه. رايح فين يا احمد؟ قال رايح نيويورك. جميل. قلت له جميل، وانت رايح فين يا شيخ؟ قلت له رايح نيويورك. قال لي كده، وشاور على اللبس بتاعي كده الغطره والتوب. قال لي رايح كده؟ قلت له اه رايح كده. رايح بالجلابيه؟ قلت له اه بالجلابيه. معلش بقى اخوك فلاح يا احمد، ممكن يا احمد نتكلم مع بعض شويه؟ قال اوكي. قلت له اوكي مفيش مشكله ابدا. خريج ايه يا احمد؟ قال خريج كليه التجاره. طيب، قال لا لا استنى بس، انت الاول عاوز اسالك شفت الماتش؟ قلت له ماتش ايه؟ قال ده كان في ماتش وذكر فريقين كده اجنبيين ما اعرفهمش، انا راجل فلاح يعني ماليش في المساله دي. قلت له لا والله ما اعرفهم يا احمد. قال يا خبر، والله فاتك نص عمرك يا شيخ. قلت الحمد لله، او في نص باقي يا احمد، ربنا هيبارك لنا في النص الباقي، ما تشغلش بالك. المهم انت بتصلي يا احمد؟ قال ها. قلت انت بتصلي؟ قال لا لا والله. طب تعرف تصلي يا احمد؟ قال لا والله. حافظ الفتحه يا احمد؟ قال لي لا والله. حافظ التشهد يا احمد؟ قال لي لا والله. يا الله يا الله، احمد احمد مش حافظ الفتحه، بكالوريوس تجاره 22 سنه 23 سنه ما صلاش ركعه، فين الوالد؟ فين الام؟ فين الاسره؟ فين البيت؟ مفيش اب قال له صلي؟ ما شافش ابوه بيصلي؟ لم يرى امه تصلي؟ البيت يا اخوانا، البيت البيت البيت، الاسره الاسره الاسره، مسؤوليه كبيره. ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. يا الله، لا لا والله تسمعها، ما انا قلته قبل كده وهقوله تاني وتالت وهتسمعه مني تاني. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فرق كبير بين شباب بنرفع معنوياته بالقرآن والسنة والذكر ونرفع الهمة بهذه المعاني، وبين شباب بنرفع معنوياته بالفيديو كليب. ده شباب إذا جد الجد والأعداء يتربصون بالأمة الآن. أنا مش عارف أين العقول. الأعداء يتربصون بالأمة الآن، إذا جد الجد أول ما هيجري هيجري الشاب اللي عمال يغني، اللي حاطط سماعة الأذن،